مبروك هذا احلى خبر بالعالم. نص نسائي بامتياز واخيرا يعني بيعيش قصه رومانسيه جميله مع امراته المريضه. ذهب ايلول يجمع نجوم الوطن العربي في الاردن. فتاة متصالحة مع ذاتها صريحة. هو حدا تاجر، تاجر بلا ضمير. مبروك هذا احلى خبر بالعالم. حاجة خبطي ما رح يرد عليك. المشاهد دي بتشوفوها حصريا من خلال اي تي بالعربي لكواليس تصوير مسلسل ذهب ايلول اللي بيمثل كامباك قوي لمجموعة المركز العربي الإعلامية اللي اختارت يكون العمل ده فان أرى. فبيخرجوا الأردني حماد الزعبي وبيضم نجوم من الأردن، سوريا، العراق، لبنان ومصر زي عاكف نجم، مرح جبر، لونة بشارة، ساري الأسعد، عمار شلق، دانا جبر، حامد مرزوق وشكران مرتجى اللي كانت سعيدة بتواجدها في كواليس التصوير في الأردن. أول شيء اللي بيشجعك، أول شيء أنا إنه إنتاج المركز العربي يلي هو معروف بعراقته، معروف بتاريخه الفني الكبير، وهي تقريبا العودة لهذا القلق اللي كان موجود، فكنت مبسوطة كتير. والعمل ده بيتطرق لقضية اللاجئين من جانب إنساني بعيدا عن السياسة، وبيسلط الضوء على حياة خمس نساء من خمس جنسيات مختلفة بيكونوا في جمعية الصديقات، واحدة منهم بتكون وفاء اللي بتقدم دورها شكران. نص نسائي بامتياز وأخيرا يعني. شخصية اسمها وفاء، هي من الصديقات، هي اسمها جمعية الصديقات يلي بتترأسها ندى النجمة الكبيرة مرح جبر، ونحن أربع خمس صبايا بالعمل وأكثر كمان، كل واحدة إلى قصتها بقى ببيتها وبحياتها الشخصية. وفاء عندها قصة كتير صعبة ومعقدة ومرهقتها كتير كتير كتير، فبتجي لهون كرمال تنسى وبنفس الوقت كرمال تساعد الآخرين. وزي ما قالت شكران، فعلا كل واحدة منهم ليها قصة خاصة بيها، زي أميرة سمير اللي تعودنا نشوفها في الأعمال البدوية، بس المرة دي هنشوفها بشكل مختلف. حياتي فتاة متصالحة مع ذاتها، صريحة، بتحب الحياة، متزوجة بس عندها مشكلة إنه عدم القدرة على الإنجاب. بتحاول إنها تقنع زوجها إنهم يتبنوا، بس مش رح أقول لكم التفاصيل هلأ عشان أشوقكم تحضروا. وأكيد هتتشوقوا لما نسمع صوت عاكف نجم وهو بيحكي قصة المسلسل، ده غير دوره العميق والدرامي فيه. دور جديد شوي علي على مستوى المدن الاجتماعي، بيحكي عن أديب كاتب روائي، يكاد يكون العمل على لسانه تقريبا. ذهب أيلول بيعاني لكن بصمت، صاحب حكمة، صاحب بعد نظر، عنده القدرة على فلسفة الأشياء الواقعية، تسهيلها، تبسيطها مع أولاده مع عائلته وبالنتيجة مع المجتمع بشكل عام إلى جانبه. وبيعيش قصة رومانسية جميلة مع امرأته المريضة، لكن يعني بيضله متماسك إلى آخر لحظة. وبما أن الخير دايما بيجي مع الشر، فكان لازم نشوف الدور ده في المسلسل اللي بيقدمه لنا عمار شلق. هو حدا تاجر، وتاجر بلا ضمير، شو ما كان بيبيع حتى زمته. دور شرير هالمرة، فبيبيع زمته، ضميره، أخلاقه، مبادئه، كل شيء له علاقة بالإنسانية ممكن يبيعه. وفجأة ممكن تلاقيه إنساني أكثر من أي إنسان، بيبكي لموت طفل يمكن. هي تركيبة الشخصية، بيصطدم، في عنده عائق بحياته هو اللي مخليه هيك، وهذا العائق ملاحقه لهلأ، عامل هاي التركيبة النفسية معقدة، لأنت بتصيري كمشاهدي مش عارفة بدك تكرهيه، بدك تتعاطفي معه.